السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، عودة أخرى مع أم فدوى. شوز بروميس شوز دو، يعني كيف ما وعدتكم وفيت بالوعد ديالي، غنوريكم لي بيني اللي خدمت معاكم في آخر حلقة من حلقاتي اللي حطيت في اليوتيوب ديال لي بيني. بزاف الناس سولوني أختي أم فدوى، ما بغيناش نقليوهم، واش يمكننا نديروهم فران؟ إلا بغيتي ديروهم فران غديروهم على هاد الطريقة، نفس لا غوسيت ديال لو بيني اللي خدمت معاكم اخر فيديو حطيت. غنخلي لكم اللي اول مره كتدخل، غنخلي ليها لو ليان في صندوق الوصف باش تدخل العجينه ديال البيني، نفس العجين ما زايده ما ناقصه. وغتشوفوا معايا ان شاء الله اخواتي باقي التفاصيل، كيجي مهوي من الداخل وكيجي ناشف وكيجي غزال، وخا مقلي كيجي غزال كما كتشوفوا معايا اخواتي. شوفوا من الداخل كيفاش مهوي، اون ديغي يعني شي بحال بغيوش، بحال يعني كيجي يا سلام. كما كتشوفوا معايا هنا، بعد ما الزريعه ديال الطغنوسول، السمسم الابيض، الزنجلان البلدي ديالنا، اللوز افيلي، باش زوقته. اول حاجه اخواتي في المقادير عندي جوج نجيلات صغيورين اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا، ودرت لهم مليحه وبزيره شويه زيت العود، وغنخشيهم في الفرن يتحمر باش ما بغيتش نقليهم ويشربوا لي الزيت. فهاد المقلات درت بصيله متوسطه، زدت معاها جوج دروز ديال الثومه، وعندي واحد نصف كاس من زيت الزيتون رميت شويه، والنصف وشويه الاخر غادي نضيفهم من بعد. بعد ما عسلت البصله غنضيف عليها هذاك الجوج نيجيلات اللي حمرت في الفرن البنات، طريقه صحيه شويه. بالنسبه للمقادير البنات، كيف ما كتشوفوا عندي المكور الموف، خديت غير واحد شويه يعني نص ربيع ديال شي وحيده، فليفله حمراء مقطعه بهذا الشكل هذا رقيقه، خيزوه مبشوره، بقدونس او المعدنوس قبطه شويه تكون زايده شويه. عندي البنات هنايا الفلفل الحار او البيمون دو كايان، فلفل مسحوق البيمون دو كايان. عندي هنا اخواتي الكاتشب جوج معلقات كبار، غتلقاوهم في صندوق الوصف المقادير. وعندي البنات لاباط ديال الكوري، شوفوا البنات كنتمنى ان كلكم تشريوها، كاينه في مرجان وكتدي لكم مده طويله، فيها واحد المذاق ولا اروع. غتبدا هي الوصفه المعتمده عندكم في جميع انواع المشاوي والدجاج. بالنسبه للعطريه البنات، انا كنخدم وانا كنقول لكم كيف ما كتشوفوا البنات، شديت ديك الدنجال اللي طيبت في الفران، غنشحر وعاود مع ديك البصيله اللي سبق لي وشحرت، وغنزيد المكور، غنزيد خيزو، غنزيد الفليفله. بالنسبه للتوابل اللي درتها البنات، درت معلقه صغيره ديال لاباط ديال الكوري، درت نص معلقه ديال القزبر يابس، درت معلقه ديال الكركم، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الاحمر، ودرت المليحه البنات واي حاجه، والبيمون دو كاين اللي شفتوا لي، الفلفل الحار اللي ما عندهاش المقادير ديري اي مقادير، المهم انك تعمري لي بيني. صافي كنضيف، من بعد ما ضفت الخضر كنضيف الكفته اخواتي تكون غير متبله. هاد الوصفه اخواتي غيجيكم تجي بحال البرجر. من بعد اخواتي ضفت الكيتشوب، اللي ما عندهاش الكيتشوب دير لاسوليس، اللي ما عندهاش لاسوليس ما ديروش ليه غير مطيشه الحق الله يرضي عليكم. كنخلط البنات، ومن بعد اخواتي غنزيد التتبيله اللي ذكرت لكم، وغتلقاوها في صندوق الوصف بيمون دو كايان. ممكن تزيدوا الفلفل الحار في بلاصه البيمون دو كايان. كنخلطوا البنات بهذه الكيفيه، ومن بعد اخر حاجه كنضيف هي الجزر باش يبقاو عندي اللوينات في هذا. مخالفه على لا غوسيت اللي حطيتكم ديال القنينطات معمرين بلي شو لي شو موف. كنحرك البنات بهاد الكيفيه، والبيت القصيد او السر ديال الوصفه غتشوفوه معايا في اللقطه الاخيره. البنات البقدونس كثروا منه، ويا ريت انكم قبطه المعدنوس في الصباح مع طرونس الماء طحنوها في الخلاط الكهربائي، وتكون هي الشرب ديالكم اليومي البنات. فيها واحد الماده ديال الكلوروفيل المرتفعه، وتطهر لكم المصيرنات، وتحيد لكم لي توكسين او ديك الخبايا اللي كيبقاو في المصيرنات. البيت القصيد او السر ديال لاغوسيت هي هاد المعلقه السكر، اللي كما كتاكلش السكر البنات دير معلقه من العسل،
عسل يكون خفيف، ما يكونش داك العسل اللي فيه شي ريحه وريحته مجهده. هذه هي اللي غتغلوفي الفا غلوفي لو غو، يعني غتخرج المذاق ديال هذه الوصفه. هذيك المعلقه راه ما كتحليهاش، ولكن كتخرج واحد المذاق عجيب. غتجربوه وتردوا عليا. بالنسبه لعجينه البنيه، نفس العجينه البنات، ما غاديش نعاود ثاني لا فيديو، نعاود العجينه. غنخليكم الرابط ديال العجينه ديال البنيه، وغنقول لكم اخواتي ممكن توظفوها، غتشوفوا معايا الغرائب والعجائب بهذه العجينه ديال البنيه. بعد ما كنعجنوها كنخشيوها في البواط ديال التوبيغوير، وكنخليوها ترتاح 45 دقيقه. وكرر البنات، غتخليوها ترتاح 45 دقيقه. من بعد ما دوز 45 دقيقه غادي نجبدوها وغادي نديرو كويرات. خدمت بميمونه العجينه البنات، كيف ما قلت شي سبق لي وشرحته معاكم. كديروا دي بولات، ممكن ديروا 12 كويره. انا في هاد لاغوسيط درت 9 الكويرات باش يجوني البرجر. الا كانوا عندكم دي بتي بلاطو غتخرجوهم ديال المالح، ديروا البنات دي بولات صغيورين ديال 40 ولا ديال 30، تيجيو كيحمقوا. عاد غتسوقوهم بلي هذا، غادي يجيكم ولا اروع البنات. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد كنطلق كدوز 45 دقيقه، كنسرح العجينه وكنعمرها بالحشوه. من بعد ما كتكون بردت لي الحشوه ديالي، الا خليتو الحشوه سخونه راه نتوما كديروا فيهم وما كيخمروا. دونك غديروا الحشوه هي الاولى تسبقوها حتى كتبرد، عاد كنسرحوهم ونسطحوهم بلا ما كندير لهم داك الشيء اللي درت لهم. المهم هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديال البانيه معمر ومخشي في الفران. الوصفه اكثر من صدقه، من صراحه من رائعه. كنشكر التعاليق الزوينين، وكنشكر السيده اللي خلات لي واحد لوديو ديال دعات معايا نهار الجمعه. والله يا اختي راه بورش ليا الحمي، تسنطوا وانا اش غنقول لك، شربت عليه واحد الكويز ديال القهوه وطلق لي الاعصاب وطلق لي، يعني عطاني واحد الطاقه ايجابيه. كنقول لك شكرا بزاف 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 بزاف. وكنشكر من هذا المنبر الصديقه العزيزه ناديه اللي ساكنه في المطار، هي عارفه سميتها، اللي داتني سميتو، اللي داتني سميتو، راكي عارفه البليصه اللي ديتيني فيها فاش خديت لي برودوي بيو. كنقول لك شكرا بزاف، والله يشد لك صحتك ويخلي لك زمانكم ولا دارك، وخليكم عايشين قيس وليلى. شكرا لك بزاف بزاف بزاف. وشكرا الاخوات اللي داروا التطبيقات، شكرا لهم بزاف. البنات حاجه اللي كنطلب منكم، علاش كتدخل عندي 6000 ولا 5000 وحده، كنلقات من 100 وحده اللي دايره لايك. راه باللايك ديالكم باش غندير، الا كانوا لي لايك كثار راه يمكن لي نشري طبق بألف درهم ونصوب. ملي كيكونوا لك 800 وحده، واش انا غنقدر ناخد طبق بألف درهم او 1500 درهم؟ بالنسبه للاخوات اللي بغاو الاطباق وبغاو الوصفات القديمه وبغاو بغيتوني نحط لكم اطباق، خاصني نشوف على الاقل 2000 لايك. ماشي انا كندير معكم الشونطاج حاشا، ولكن ما يمكنش نحط طبق بألف 1500 درهم وغلقى فيه 800 لايك. كنتمنى انكم ماشي غتعاونوني انا، عاونوا جميع القنوات اللي محتاجه لهذا. اخواتي من بعد ما كت ما كي نكملهم ونساليهم كيف ما كتشوفوا معايا، كندهنهم بالبيض، وكل وحده كندير لها، كاين اللي كندير لها الزنجلان العادي ديالنا، كاين اللي كندير لها الزريعه ديال سميتو هذا نور الشمس، كاين اللي كندير لها اللوز ايفيلي باش ما بغيتو تزوقوا داك الخشخاش شويه، يعني مشتبه فيه، لان كاين اللي كيقول حلال كاين اللي تيقول غير حلال، الله اعلم واعلم، ما قريتش عليه باش نعرف. المهم انا سميتو من وقع في الشبهه فقد وقع في الحرام، انا كندير داكشي اللي عندي 100% راه هو هذاك. البنات كنطلب منكم دعموا قناتنا ديال الفاسيه، كانت من ضمن القنوات الاولى البنات اللي كتحط لكم الشهيوات، وقناه عندها فريمون الطريقه ديال الدجاج ديالها ما شاء الله اختصاصيه في طهي الدجاج. واخت اش غنقول لكم، اللي ما واخا شويه كتغوت وكتنفعل، راه اللي ما كيعرفهاش عن قرب ما كيعرفش شكون هي ناديه الفاسيه. كنتمنى اخواتي على انكم تدخلوا القناه ديال ناديه الفاسيه وتقلبوا على الشهيوات ديال كل نهار غتوجدوهم عندها. صراحه انا كوحده يعني عندي الحمد لله عندي حقي حتى انا من لو سافوار فير، كنقول لكم انا دخلت القناه ديالها وشفتها عندها حويجات ما شاء الله. سمحوا لي على التريكو، راه كنخدم وفي العوض ما كان بغي يمسح يدي في الطابلي ضروري ما كنقيس كمامي. المهم اخواتي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما
درت لهم البيض وسميتو واللي فيهم الزنجلان، درت لهم واحد لا طوماط سوري، زدت فيها شويه البيض من التحت ولصقتها باش تلصق باش ما تحيدش، غندخلهم الفرن درجه حرارته 160، وملي قربوا يتحمروا عاود غنزيد عليهم شويه وكنخليهم يتحمروا حتى كيخرجوا بهذه الجماليه هذه. وبالنسبه للاخت الصديقه ديالي نجاة ديال تطوان اللي بغاتني ندعم الصديقه ديالها، ان شاء الله في حلقه جايه غندعم الصديقه ديالك، وربما غنقص شويه من الدعم لان بدا كيجمعوا عليا الناس بزاف وانا ما عنديش اخواتي الوقت باش نبقى ندير الحلقه وانا كندعم اخواتي. شوفوا الشكيل ديالهم بعد ما قسمتهم لكم من الداخل، كيجيو البنات ولا اروع. ومنين تبغيو تاكلوهم اي صوص كديروها مع لي برجر غتحطوا غدهد غتكبوا لا صوص وغتاكلوهم، ما تاكلوهمش هكذا البنات ناشفين، ضروري من الصلصه المرافقه. كنتمنى على ان الغصيد ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، الناس اللي بغاو البيني مالح هاك ولا لا البيني مالح. وما تنساوش الله يرضي عليكم ديروا دي لايك الا بغيتوا اطباق في المستوى، ديروا دي لايك اخواتي. كنتمنى انكم شرحت لكم لا غوسيت مزيان ووصلت عليكم. دمتم في رعايه الله، الى بروشين فيديو بحول الله تعالى.